إخوة الإيمان، إن الحق تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، مصداقاً لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلى رأس هذه العبادة أعظم أركان الإسلام العملية، وأولها بعد الشهادتين، وهي إقامة الصلاة. فالصلاة عماد الدين وعصام اليقين، هي ناصية القربات وعزة الطاعات. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، وحول أحكام الصلاة يحدثنا الدكتور محمد صالح، مدرس علم اللغة بكلية دار العلوم بجامعة المنيا. الحمد لله حمدا يقتضي رضاه ولا يفنى مداه، والصلاة والسلام على نبيه الذي اجتباه، ولرسالته اصطفاه، وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. وبعد، فالحمد لله أولا وآخرا أن قر أعيننا ببيوته، والشكر كل الشكر للقائمين على مثل هذه الأماسي والندوات وحلقات العلم، وعلى رأسهم معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وفي مثل هذه الأماسي نجد ملمسا مهما، ألا وهو أن هذه الأماسي وحلقات العلم لم تقتصر على الوعظ فحسب، إنما وجدنا فيها تنوعاً بين وعظ وأحكام فقهية وأخلاقيات وسلوكيات. فنسأل الله عز وجل أن يجازي جميع القائمين على هذه الأماسي بكل الخير. أحكام الصلاة، وكما أشار الأستاذ خالد حفظه الله وبارك فيه إلى أهمية الصلاة وفضلها وأنها عمود الإسلام، الصلاة ما الصلاة وما أدراكم ما الصلاة؟ الصلاة نور، والصلاة إنما سميت صلاة لأنها تصل العبد بربه، تصل قلب العبد بربه. لذلك العلماء قالوا حين خلق الله عز وجل الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روحه، فالجسم الإنسان من طين، لذلك يأتي غذاء الطين من الأرض، أما الروح فهي من الله من السماء، لذلك يأتي غذاؤها وراحتها وطمأنينتها وسكينتها من السماء من الوحي. وعلى رأس هذا الصلاة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول لسيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه: أرحنا بها يا بلال. ما معنى أرحنا بها يا بلال؟ اجعل قلوبنا في راحة وتأودة وسكينة واطمئنان. بماذا؟ بالصلاة. لذلك سمى ربنا جل وعلا الصلاة بالإيمان، لأنها
رأس الإيمان. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم هنا معناها صلاتكم. لذلك رأس الإيمان الصلاة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمود الإسلام الصلاة. والصلاة وصفها لنا الإمام ابن القيم علاجاً من كل داء في كتابه العظيم الطب النبوي للإمام ابن القيم، يقول مقولة طويلة أعرض على حضراتكم جزءاً بسيطاً منها. يقول: الصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوية للقلب، مبيضة للوجه، مفرحة للنفس، مذهبة للكسل، منشطة للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منورة للقلب، إلى آخر ما ذكر. ثم ختم معلقا بقوله: الصلاة صلة بالله، وعلى قدر صلة العبد بربه تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها. إذن الإنسان إذا لم يشعر بجمال هذا وهو يصلي لله ركعتين فهو في خطر، لأنه لم يتم صلاته. لذلك الله عز وجل قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بعض المفسرين قالوا إنها لكبيرة، يعني إنها لثقيلة، يعني لن تحصل لذة الصلاة ولن تحصل ثمرات الصلاة إلا إذا كنت من الخاشعين في الصلاة. أول باب الخشوع في الصلاة أن تعرف أحكام الصلاة. أحكام الصلاة هي أطول باب في الفقه، أطول أبواب الفقه فقه الصلاة. لذلك محال أن نسرد أحكام الصلاة كلها في مجلس، إنما نعرج تعريجا سريعا. للصلاة شروط وأحكام وواجبات وسنن ومكروهات ومبطلات، هذه أهم أحكام الصلاة. لكن في كل حكم من هذه الأحكام يجب على المسلم أن يعرف الأسس. فنأتي مثلا، الكثير من الناس لا يفرق بين شروط الصلاة وواجبات وأركان الصلاة، يدخل هذا في تلك، وهذه مشكلة. سريعا حتى لا يطول المقام، نقول أهم شروط الصلاة. شروط الصلاة هي أمور واجبة قبل شروعك في الصلاة، يبقى قبل ما بتدخل العبادة لازم تتحقق فيك هذه الشروط. إذا لم تتحقق فالصلاة بإجماع الفقهاء غير مقبولة، يعني غير صحيحة. وقسم الفقهاء شروط الصلاة قسمين: شروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب اللي هي الشروط التي إذا لم تتوافر في المصلي لم تقبل منه الصلاة ولم توجب عليه الصلاة، اللي هي الإسلام والعقل والتمييز وعدم الحيلولة. نأتي لأول شيء، الإسلام. ما ينفعش واحد غير مسلم يصلي، طبعا لا نمنعه من الصلاة، لكن جميع الفقهاء يقولون إن صلاته غير مقبولة. العاقل كذلك، إذا سلب عقله لا توجب عليه الصلاة. كذلك المميز، يعني دون السبع سنوات لا تجب عليه الصلاة، إنما يؤجر إذا صلى. نأتي للشرط الذي بعد ذلك، وهو ألا يكون هناك مانع زي الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. دي بتسمى شروط وجوب. أما شروط الصحة وهي من الأهمية،
لأن بعض الناس يتهاون في بعضها أو في جزئيات بسيطة. أول شرط من شروط الصحة هو دخول الوقت. ما ينفعش أصلي الظهر قبل أن يأتي وقت الظهر، ما ينفعش أصلي أي صلاة إلا إذا جاء وقتها. طب أنا صليت قبل الوقت، تحتسب لي نافلة لكن لم تسقط من على ظهر الفريضة. إذن أول الشروط دخول الوقت. الشرط الثاني الطهارة من الحدثين أو من النجاسة. الطهارة إن ما يكونش محدث، سواء حدث كبير أو حدث صغير. وكذلك من النجاسة، ما ينفعش يصلي وبدنه فيه نجاسة أو ثيابه فيه نجاسة أو الموضع الذي يصلي فيه نجاسة. الأمر الرابع وده مهم جدا خصوصا في واقعنا وعصرنا، وهو ستر العورة. ستر العورة من الأمور المهمة في شروط صحة الصلاة، وده بنجد للأسف بعض الناس يتهاون فيه، خصوصا الشباب اللي بيلبسوا يعني قميص أو تيشيرت على بنطلون ويكون التيشيرت قصير شوي. عورة الرجل من سرته إلى ركبته. من شروط صحة الصلاة ألا تظهر عورتك. طبعا الفقهاء قالوا تبطل الصلاة إذا، وده بالإجماع، إذا كان ظهور العورة عمدا، يعني هو متعمد أنه يظهرها. لكن إذا لم يكن يقصد اختلف الفقهاء فيها، فمنهم من قال إذا كانت يسيرة فلا بأس، ومنهم من قال عليه أن يعيد الصلاة ما دام ظهور العورة قد استمر لفترة من الزمن. لذلك هذه من الشروط المهمة. كذلك استقبال القبلة، وهنا أيضا أريد أن أقف وقفة سريعة حتى لا أطيل. استقبال القبلة، لا تصح الصلاة دون استقبال القبلة. وبنجد بعض الناس للأسف، وأنا أجد هذا خصوصا في القطار أثناء السفر، يتهاونون في هذا. هو أذن عليه مثلا لصلاة المغرب ومش عاوز ينتظر لما يروح، فقاعد في القطار مثلا أو في الميكروباص، تلاقيه صلى من غير ما يتجه للقبلة وهو يعلم مكان القبلة. يقول لك أما أنت لو في السفينة تقدر أن أنت تصلي في أي مكان. لا، هذا الشرط اللي اتكلم فيه الفقهاء كان في وقت الوصول إلى القبلة كان ممكن من الصعب بمكان، لكن دلوقتي أقل تليفون ممكن تعرف من خلاله أين القبلة. إذن هذا مهم. ويقول لك طب أنا عايز ملحقش أو مضيعش علي الصلاة. أنت معك رخصة في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. يبقى ما ينفعش إن أنا عشان ما أعملش رخصة أضيع شرط من شروط صحة الصلاة. الشرط الأخير وهو النية. لا تصح الصلاة إلا بنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. هذه أهم شروط الصلاة، وهناك الواجبات وهناك الأركان. أترك لسعادة الدكتور أن يحدثنا عنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة المباركة من الدكتور محمد صالح، مدرس علم اللغة بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، والتي كانت ضمن فقرات هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد المهند بالقاهرة الجديدة. إخوة الإيمان، في القرآن الكريم آيات عديدة تكشف لنا عن فضل الصلاة وعظمتها، ومن ذلك أن الصلاة من الأمور التي يستعين بها المؤمن على حفظ دينه وصحته والكف عن المعاصي. فقد قال الحق تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يقول ابن كثير: بيّن تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة. وفي الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. إخوة الإيمان، وبعد أن طوف بنا الدكتور محمدي صالح حول أحكام الصلاة، نستمع الآن إلى الدكتور حسن خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، رب الخلائق أجمعين. ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. بالبر أنت يا مولانا معروف، وبالإحسان موصوف. سبحانك ولا تقال إلا لك، سبحانك فأنت الواحد الموجود، سبحانك واحد لا من قلة، سبحانك موجود لا من علة، كل شيء قائم بك وكل شيء خاشع لك. كبرتنا من صغر، أطعمتنا من جوع، كسوتنا من عورة، طببتنا من مرض، أمنتنا من خوف، حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا، وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، فلك الحمد كما تحب وترضى. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، خير من صلى وخير من صام وخير من سجد بين يدي ربه وقام صلى الله عليه وسلم. بين ووضح وأبان وأفصح، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. سعدت ببعثة أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيره الأكوان، والشرك أنذر بالنهاية بعدما أتى البشير وأشرق الإيمان. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، خيراً فعلت وزارة الأوقاف ووزيرها الهمام بهذه اللقاءات المباركة التي نلتقي فيها بأحبتنا من السادة العلماء ومن مرتادي مساجد الله وبيوته. فهذه البقاع أشرف بقاع الأرض، إن بيوت الله في الأرض المساجد. فلنجدد النية الصادقة أن التقينا على محبة الله وعلى طاعة سيدي رسول الله نتدارس العلم. وحينما أقلب وجهي وأرى زملائي من أئمة الأوقاف ومن السادة العلماء، أرى أنه لا يخفى على شريف علمهم ما فضلنا الله به أمة الإسلام من شرف العبادة له. فالعبادة لله شرف، والإسلام
دين يعمر الدنيا والآخرة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ويدخر لك العبادة تقوية لبدنك وطهارة لنفسك وذخرا عند الله جل وجل جل جلاله، تلقى ثوابها وتلقى نعيمها وتتمتع بما أعده الله للطائعين من عباده. والعبادة باختصار هي كل ما يرضاه الله من خلقه، عبادة. صلاتك عبادة، زكاتك عبادة، عملك عبادة، طاعتك عبادة، برك بالوالدين عبادة، الإصلاح بين الناس عبادة. ومن فضل الله علينا أن العبادة قد تكون عبادة بدنية يفعلها الإنسان ببدنه، وقد تكون عبادة معنوية أو مالية بطرقها المشروعة. من العبادات المادية والبدنية الصلاة، وكما قال أخي الحبيب الدكتور محمدي وأكد على ذلك أخي الحبيب الأستاذ خالد أن الصلاة نور، هكذا أرادها الله لك نور، فإياك أن تدخل في الظلام، سر في النور. فالصلاة هي نور لك ونور لزوجك ونور لولدك ونور لأهل بيتك ونور لوطنك. صلاتك عبادة لها أحكام، فلكل عمل أحكامه ولكل عبادة أحكامها التي إن تعبد الإنسان بغيرها ما قبلت منه. الصلاة من أركان الإسلام العظيمة الكريمة، بل قال أهل العلم هي آكد الأركان. بعد الشهادتين طريقك في الصلة مع الله صلاتك، الصلاة صلة بالله، وكما قال أهل العلم والعلم لله وحده أقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هي الصلاة تصل العبد بخالقه، وأنعم بها من صلة، وهل لنا قيمة إلا في الوصول إليه؟ يقول ابن القيم رحمه الله إن الصلاة وصلة المحبين بمن؟ بالله رب العالمين. إن الصلاة وصلة المحبين وطريق الموحدين السالكين به هدي رب العالمين. إذن فاته الكثير من لم يتعبد بهذه الصلاة كما أرادها الله. من أحكامها ميقاتها، إن الدخول مع الله له نظام، إن الدخول على البشر له نظام، فما بالكم برب البشر جل وعلا؟ هل وحدته وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ النية، نية قصد مخصوص للدخول في هذه العبادة. قد يستهين الناس بهذا القصد، ولكن أهل العلم قالوا هو من أحكام الصلاة المخصوصة وأركانها الآكدة، أن تدخل مع مولاك بنية، نية الصلاة. يا رجل، إذا قصدت سفرا استعددت له، إذا أردت بناء بيت أخذت العدة له، إذا قصدت زيارة
أخذت الأهبة لها، فما بالك بالصلاة التي تصلك بالله؟ أول أحكامها نية مقصودة لله. حتى قال أهل العلم: إن تغير أو غير الرجل نيته في صلاته خرج منها. النية، إن غير المصلي نيته في صلاته خرج منها، ما قبلت منه وإن لم يتلفظ. فالنية مقصودة تسير بها في صلاته، فهي حكم آكد من أحكامها. كذلك من أعظم أحكامها، فضلا على ما قال شيخنا وأفاض، القراءة. قراءتك الفاتحة حكم آكد من أحكامها، تسر فيما يسر فيه وتجهر فيما يجهر فيه. وتلاوتك للقرآن من زينتها وجمالها وتمامها. أما عن الحكم المنسي من أحكامها فهو خشوعك فيها. حذار أن تنسى الخشوع، فهو من أعظم أحكامها إن لم يكن أعظمها. خشوعك لله في صلاتك، قال أهل العلم، وحضراتكم من أهله إن شاء الله، الخشوع هو حضور القلب في خشية الرب جل وعلا. كلام جميل، كلام يسطر بماء الذهب وربي. ما الخشوع في الصلاة الذي هو حكم من أحكامها وعين من أعيانها وركن من أركانها وفرض في آدائها؟ الخشوع. ما الخشوع؟ باختصار حضور القلب أو خشية القلب في حضور الرب جل وعلا. نصلي لله في بيوته كنت، أو في بيتك، أو في طريقك. صلى الله وسلم على من قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، صلى الله عليه وسلم. صل حيثما أدركتك الصلاة، ولكن حافظ على أحكامها وأركانها وآدابها، تكن ممن أداها حق الأداء. إن مهمتكم أحبابي عظيمة، تبصير الناس بأحكام صلاتهم من فروضها وفرائضها وسننها وأركانها ومستحباتها وشروط صحتها. مهمتكم عظيمة، هذه المهمة ينتظرها الناس، فانطلقوا في بيوت الله. حدثوهم في أسبوعكم هذا الذي اختارته وزارتكم الموقرة للحديث عن أحكامها وآدابها. إن عقارب الساعة تطاردنا سريعا، ولكن السلوان أن نرى أحبتنا بهمتهم العالية يرجون رحمة الله جل جلاله ويخشون عذابه. اللهم اجعل مصر في رحابك وضمانك، وانفعها ببركات الصلاة والصيام وبركة أهلها وعلمائها وأزهرها، يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أدعوك بقلب صادق، وأرجوك يا مولاي وأنا بالقبول واثق. حاجتي مصروفة إليك، وآمالي موقوفة عليك. أين المفر منك إلا إليك؟ وكيف التخلي عنك إلا بالوقوف بين يديك؟ وقد جعلت الصبر عونا على بلائي، والشكر سببا للمزيد من أعمالي.
فإن لم يكن لذنبي منك عذر تقبله فاجعله عيبا تستره أو ذنبا تغفره. فوعيدك خشع من جلاله المقربون وأناب إليه العارفون، فامتثلوا أمر مولاهم العالم بسرهم ونجواهم. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه الكلمة المباركة من الدكتور حسن خليل الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، والتي كانت ضمن فقرات هذا اللقاء المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد المهند بالقاهرة الجديدة. إخوة الإيمان، سأل أعرابي